السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أنا عبد الله، يا رب تكونوا بخير. أنا الآن أردت أن أقول لكم أنني سأبدأ أول فيديو، هذا أول فيديو لي بالعربية عن الدولة العثمانية ده. وكما تعرفون أن الدولة العثمانية أسسها عثمان بن أرطغرل، وسنبدأ بقصة أرطغرل، وستكون تقريبا دقيقة أو دقيقتين عن أرطغرل، ثم سندخل في قصة عثمان. أرطغرل، أجداد أرطغرل وعثمان هربوا من أوساط آسيا، هذا كان مقرهم الحقيقي، هربوا منها إلى الأناضول التركية حاليا، هربوا إليها خوفا من مجازر المغول. كما تعرفون أن المغول إن سيطروا على بلد سيذهبوا ويحرقوها ويقتلوا كل الناس كما فعلوا في بغداد. وكما تعرفون أن أرطغرل هو الذي حاول أن يرتب جيشه ليحارب ضد البيزنطيين والمغول. بعد موت أرطغرل أخذ عثمان يؤسس دولته، الدولة العثمانية. وكما تعرف كما 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 هل تعرفون أن عثمان ابن أرطغرل ولد بعد أن سقطت بغداد في أيدي المغول؟ كما تعرفون أن عندما سقطت الدولة العباسية، بعدها بعض السنين خرجت، مثلا أن الدولة العباسية وقعت، قامت الدولة العثمانية، وبدأ العثمانيون يحاربون المغول والبيزنطيين، وكان كل معركة يحاربونها كانوا يكسبون فيها. وهل تعرفون أن بعض غير المسلمون وبعض التجار ذهبوا مع عثمان وتركوا البيزنطيين بعد أن كانوا يحترموا أزي كانوا يحرمون من أموالهم وكانوا يكسبون القليل من المال؟ عندما ذهبوا إلى الدولة العثمانية أسلموا جميعا لأنهم رأوا العدل. فكان مرة هناك شيئا في كان هناك حصل مشكلة في الدولة العثمانية، وكان عثمان غازي هو القاضي، فجاء البيزنطي وكال الحق على البيزنطي، فقال عثمان بن أرطغرل سيقول الحق على البيزنطي والمسلم سيأخذ جزاؤه. وبعد أن عرف ذلك البيزنطي استغرب عندما علم أنه كان مع عثمان وكان ضد المسلم، فقال لهم وكيف تكون ضدي وهذا مسلم؟ فقال له عثمان غازي كيف لا أحكمك بالحق وقد أمرنا الله أن نكون أن لا نكذب، أن لا نجعل المسلمون يفعلون أي شيء يريدونه حتى لو كان ضد واحد بيزنطي أو مغولي أو أي شيء أي جنس غير مسلم، حتى لو كان البيزنطي هو كان المسلم هو الذي فعل شيئا خطأ على البيزنطي. وهذا روع ديننا بأن ديننا كله يكون مع الكل يا جنس،
حتى لو كان الذي كان في الذي فعل الخطأ كان مسلما. وبعد ذلك، وهل تعرفون إن حدث هذا في الدولة البيزنطية؟ يعني مثلا لو المسلم ذهب للقاضي وقال له أن البيزنطي هو فعل حق فيه، هل تعرفون ماذا سيفعله؟ سيقتلوه. سيقتل من؟ سيقتل المسلم حسب ما أنا أرى. لا أعرف هذا صحيح ولكني أظن ذلك. وأكمل عثمان غازي غزواته، وكان يحارب وكان كل مرة هو وأرطغرل يفتحون حصون كثيرة. والذي أعجبني في عثمان غازي أنه لم فقط يحارب كثير، لأنني أحب الحرب وأريد أن أحارب في حرب إن شاء الله، لأنني أحب الناس الذين يحاربون كثير. أنا الذي أعجبني ليس أنه يحارب كثير، بل أنه أيضا أعجبني أنه أسس دولة كاملة، وكان فيها أعظم حكام الدنيا، وكان وأيضا من أفضل حكام الدنيا وأفضل حاكم في الدولة العثمانية. أو أنا أحب حكام الدولة العثمانية أكثر من أي حاكم آخر، وسأقول لكم واحدا منهم، هو سليمان القانوني الذي كبرت الدولة العثمانية أصبحت الدولة العثمانية حاكمة أكبر مكان في العالم، يعني أخذت يعني أكثر أراضي في هذا الوقت في سليمان القانوني. وكانت أيضا في عهد سليمان القانوني كان هناك أي أحد يستغيث لسليمان القانوني كان يذهب ويساعد. نرجع للقصة، فكان عثمان غازي عندما مات أباه كان لم يقف عثمان غازي فيه، وفضل يستريح بعد أن أعطاه أباه أرضا كبيرة، بل ذهب ويحارب لأنه عرف أن الدولة. وأيضا نسيت أن أقول لكم أنه رتب الدولة التي صنعها، ولم فقط يؤسس دولته، بل أيضا كان يساعد المسلمون وأيضا غير المسلمين. وهل تعرفون عندما سقطت الأندلس في يد غير المسلمين، بدأ يعذبوهم أشد العذاب، فكان العثمانيين يذهبوا ويساعدوهم، وكان أيضا يساعدون اليهود الذين كانوا أيضا يعذبوا، فهذا روعة ديننا، فلنشكر الله على هذا ديننا الذي كان لا يحكم على فقط أنه